السلام عليكم. اليوم سوف أشرح لكم كيف تنزلون أو تحملون خلفيات متحركة لسطح المكتب على الكمبيوتر. هذه الخلفيات هي عبارة عن أعلام الدول العربية كافة. تحت الفيديو سوف تجدون روابط تنزيل، تضغط على الرابط. بعد ما تضغط على الرابط سوف تنزل ملف على الشكل هذا، شكل رير أو زيب. بعد ذلك، بعد أن تنزل هذا الملف تضغط عليه ضغط يمين وتضغط على Extract Here. بعد ذلك سوف يتم استخراج هذا الفولدر، مثلا هذه ألجيريا للجزائر. نحن نريد أن نستخدم هذا الملف اللي هو project.json. دعوني أريكم. لنفترض أن هذا الوالبيبر إنجن مغلق، نذهب على الأيقونة خاصية الوالبيبر إنجن، نضغط ضغط يمين، نضغط على Change Wallpaper. طبعا أيضا سوف أضع لكم في التعليق في تحت الفيديو في الديسكريبشن كيفية تنزيل هذا البرنامج، برنامج الوالبيبر إنجن. سوف أضع لكم رابط لفيديو. نضغط Open From File، ثم نذهب ونجد الملف خاصيتنا الذي أنزلناه. لنفترض الجزائر، أضغط على Project JS1. كما تشاهدون هذا هو علم الجزائر، وبالطريقة هذه تنزل أي علم بدك إياه. الروابط سوف تجدونها تحت الفيديو. الآن سوف نشاهد بشكل سريع كل الأعلام الدول العربية.
طبعا ترتيب الدول حسب الأحرف. طبعا كانت الأسماء مكتوبة باللغة الإنجليزية، لذلك هي تم ترتيبها حسب الأحرف باللغة الإنجليزية. أتمنى يكون الفيديو قد نال إعجابكم. كما قلت لكم، الروابط لكل دولة على حدة، راح تكون كل دولة على حدة، تضغط عليه وتنزله وتستخدمه زي ما انتو شايفين، تحصلوا على خلفية لسطح المكتب رائعة على شكل علم متحرك. أتمنى يكون الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا أن تعملون اللايكات والسبسكرايب، وإلى اللقاء في فيديو جديد.